إلى الفن السابع الآن، حيث منح مهرجان برلين السينمائي جائزته الكبرى المتمثلة في الدب الذهبي للمخرج الإيراني محمد رسولوف عن فيلمه لا يوجد شر، وهو عمل انتقادي حاد يتناول فيه عقوبة الإعدام في إيران. المزيد عن هذا الموضوع في التعليق التالي لمفدنا إلى برلين بلال مرميد. تتويج الفيلم الإيراني There is no evil، ليس هناك شر، لمحمد رسولوف لم يشكل مفاجأة كبيرة لاعتبارات كثيرة. أولها أن الفيلم اشتغل عليه المخرج من خلال زاوية معالجة كلها شجاعة. المخرج كما يعرف كثيرون هو ممنوع من مغادرة التراب الإيراني، سبق له أن عانى من التضييق مرات ومرات بعد تتويجه في وقت سابق في مهرجان كان. الآن التأكيد والحصول على أرقى الجوائز، الدب الذهبي لأفضل فيلم، يتطرق لعقوبة الإعدام بمختلف تجلياتها من خلال 4 قصص. إذن في غيابه الحضور يغيب محمد رسولوف، لكن لجنة التحكيم أجبرت بعد المشاهدة على منح التتويج لهذا الشريط الذي يستحق صراحة، وهي ليست المرة الأولى هنا في برلين، على اعتبار أنه منذ قبل حصل تقريبا نفس الأمر مع مخرج إيراني آخر يتعرض لتضييق، هو جعفر بنايب من خلال فيلم تاكسي الذي سبق وتوج هنا في برلين. إذن التتويج هو تتويج مستحق بل ومنتظر بنسبة كبيرة.